السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين ومشتركين محتملين الجدد، ونواصل مواضيعنا فيما يتعلق بنظام صعوبة المقابلة، خصوصا التسوية الودية مرتبطة بمصادر الوقاية من صعوبة المقابلة، وخاصة عنصر للتعيين المصالح والوقف المؤقت ديال الإجراءات. قلنا تعيين المصالح والوقف المؤقت للإجراءات من بعد كيجي من بعد المرحلة ديال تحديد وضعية المقابلة، وأيضا كتجي من بعد المرحلة ديال شروط فتح إجراءات التسوية الودية، وهي كلها تدخل في فتح إجراء التسوية الودية اللي كتجي من بعد تحريك المسطرة الوقائية الخارجية، ومن بعد شروط تطبيق المسطرة الوقائية للوقاية الخارجية اللي كتشكل مسطرة إحدى المساطر ديال الوقاية من صعوبة المقاولة. إذا حصتنا موضوعها هو تعيين المصالح والوقف المؤقت للإجراءات بالنسبة للتسوية الودية. وبطبيعة الحال كما قلنا أنه لا يكفي قانونا أن يطلع رئيس المحكمة على مضمون الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة، ويكون هذا التعيين ديال المصالح في الوقف المؤقت ديال الإجراءات كما سبق القول أنه يتقدم به رئيس المقاولة لرئيس المحكمة، وكيتضمن وسائل واقتراحات يراها رئيس المقاولة كفيلة بتصحيح وضعية مقاولته، ويقوم رئيس المحكمة بدراسة هذه الوسائل والاقتراحات في ضوء المعلومات التي اطلع عليها، فإن وجد أن من شأنها تسهيل تصحيح وضعية المقاولة فتح إجراءات ديال التسوية الودية وعين مصالح للقيام بهذا الإجراء. أما إذا وجد رئيس المحكمة من خلال الصورة التي تكونت له عن المقاولة أن وضعية هذه الأخيرة لا تحتاج إلى تعيين مصالح لأنها تستطيع كما قلنا أن تخرج من أزمتها، وبطبيعة الحال بما لديها من إمكانات خاصة، وعلى العكس من ذلك أن المقاولة في وضعية لا ينفع معها تعيين مصالح لأنها في حالة التوقف عن الدفع، وأصدر رئيس المحكمة قرارا برفض الطلب. هذا القرار الذي لم يبين المشرع ما إذا كان قابل للطعن أم لا. بطبيعة الحال كتمثل هاد المهمة ديال المصالح التي يحددها رئيس المحكمة في أمرين اثنين، أولهما القيام بما من شأنه أن يسهل سير المقاولة، وثانيها العمل على إبرام اتفاق مع الدائنين. ولمساعدة المصالح على أداء مهمته يطلع رئيس المحكمة على المعلومات المتوفرة لديه، وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة التي أنجزها الخبير المنتدب بإعداد تقرير من الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة كما سبق بيانه. وإذا كان المشرع قد أشار إلى نوعية مهمة المصالح فإنه لم يحدد
نوعية الأشخاص الذين يمكن أن تستند أو تستند إليهم هذه المهمة، ولا عن مؤهلاتهم العلمية ولا عن خبراتهم وقدراتهم العملية. وأمام هذا الفراغ ينبغي الأخذ بعين الاعتبار في تعيين المصالح مدى قدرتها على الاستفادة من المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية، وعلى الحوار والإقناع عند التفاوض، وذلك قصد النجاح في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين. ويمكن بطبيعة الحال لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا يقضي فيه الوقف المؤقت للإجراءات، ويحدد فيه مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة أو مدة قيام المصالح بمهمته، ويصدر رئيس المحكمة الأمر بذلك الوقف هو كيكون وقف كما قلنا مؤقت للإجراءات، من شأنه تسهيل إبرام اتفاق، وبعدها يستمع إلى رأي الدائنين الرئيسيين. وبطبيعة الحال كيكون رئيس المحكمة التجارية اللي كيمنح هاد الأخيرة أجلا للمدين قصد الأداء بخصوص الديون التي لا يشملها الاتفاق، ويتميز اتفاق التسوية الودية بطابع السرية بحيث لا يطلع عليه إلا الأطراف الموقعة، وكذلك السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ به. أما غير هؤلاء فيعتبر الاتفاق بالنسبة لهم سريا. إذن وصلنا لنهاية العرض، أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين على الجهود، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.